إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فترة 10 شهور إلى 12 شهر بعد الولادة. طبعا نعم يخطو الطفل خطواته الأولى في هذه المرحلة وهو يستطيع أن يعبر عن نفسه بلا أو نعم. بالرغم من ذلك فإن الأطفال في هذه المرحلة يفهمون الكلمات أكثر مما يتحدثون بها، ومعظم الأطفال يرفضون التعامل مع الغرباء في هذه المرحلة. بالإضافة إلى ذلك يصبح قادرا على التفريق بين الخارج والداخل، ويكون إدراكه تقريبا فاهم هذه الأشياء، ويختار الألعاب التي يرقب الطفل باللعب فيها. وأيضا في هذه المرحلة تزيد حركة الطفل، تصبح قدراته على الفهم والتذكر أكثر من الشهور السابقة. وطبعا الطفل في هذه المرحلة يحاول يفحص بعض الأشياء اللي يعني عشان يتعلم منها أو يفهمها، وهو فهم الأشياء عن طريق اللعب وعن طريق المسك والتحسس الأشياء باليدين والفم والعين والسمع. وهذه المرحلة فترة 10 شهور إلى 12 شهر أول سنة في حياة الطفل يكون نسبة ذكاء مرتفعة جدا، ويحفظ الأشياء وقابل للتعلم السريع في هذه المرحلة. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتطرق إلى دروس قادمة في فترة قادمة إن شاء الله.